سائل يقول: هل نستطيع أن نقول إن في زماننا مؤمنون من أهل الكتاب كالنجاشي رحمه الله؟ الله أعلم يا أخي، ما ندري. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لكن من لم يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولو كان يؤمن بالله ويتبع الرسل السابقين، إذا لم يؤمن بالرسول فهو كافر. نعم.